أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى عيد الاتحاد 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، سائلاً الله عز وجل أن يعيده والإمارات قيادة وحكومة وشعباً تنعم بالخير والتقدم والازدهار. دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، واصلت مسيرة البناء والتطور والازدهار والرخاء لتتصدر العديد من المؤشرات التنافسية العالمية وتتبوأ مكانها اللائق بين الأمم المتطورة. نحتفل اليوم بمرور 51 عاماً على بناء مجتمع متقدم وأفراده تملأهم مشاعر الفخر والإقدام والعزم على مواصلة المسيرة لـ50 عاماً قادمة من الريادة العالمية والمستقبل المشرق ملؤه الإنجازات الطموحة لدولة الإمارات.